مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من برنامج موشات وأهم الموضوعات اللي اهتمت بها الصحافة العربية النهاردة. الصحافة العربية اهتمت بشكل رئيسي بتصريحات أمير قطر وتعليق مختلف السياسيين على هذه التصريحات ومواقف الدول العربية من هذه التصريحات وتحديدا دول الخليج. خلينا نبدأ مع الصحافة السعودية تحديدا وجريدة الجزيرة السعودية. العنوان يقول: أمير قطر يطعن جيرانه بخنجر إيران. التفاصيل في هذا التقرير المفصل في جريدة الجزيرة السعودية يتحدث عن ما أسماء بالنتائج المذهلة التي تمت للقمم اللي وصفتها الجريدة بأنها قمم تاريخية التي احتضنتها المملكة. ورأت التقرير في جريدة الجزيرة أنه هذه النتائج كانت موجعة للبعض وتسببت في مخرجاتها تحديدا بعزل إيران ومحاصرة التطرف والإرهاب وتعميق العلاقات والشراكات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، تسببت في حياد بعضهم عن الصف الخليجي والعربي لتخرج لنا قطر مجددا بما أسمته الجريدة بعبث سياسي لا تدرك عواقبه. وبتؤكد الجريدة أنه ذلك بيتمثل في التصريحات اللي وصفتها جريدة الجزيرة السعودية بأنها تصريحات متناقضة لأمير قطر تم بثها عبر وكالة الأنباء القطرية، ومن ثم وبعد تحديدا 40 دقيقة تم نفي صحة هذه التصريحات بشكل يبدو فيما وصفته جريدة الجزيرة شكل غير منطقي عبر شخصيات رسمية قطرية عدة. وكان الادعاء ان موقع وكالة الأنباء القطرية الرسمي تعرض لاختراق. أهم ما جاء في هذه التصريحات موجود في هذا الخبر وأيضا موجود في صحيفة البيان الإماراتية. أيضا الصحافة الإماراتية اهتمت بهذه التصريحات وتداعيات هذه التصريحات على الموقف العربي وتحديدا الموقف الخليجي. البيان وعنوانها يقول: قطر تغرد عكس التيار الخليجي والعربي والإسلامي. البيان الإماراتية تتحدث عن ما أسمته بتوجيه قطر لضربة قاسية إلى الإجماع الخليجي والعربي والإسلامي. وترى البيان أنه قطر تبنت من جديد رسائل التفرقة وطعن الأشقاء الأقرب مستنجدة بأعداء الأمة من دولة إقليمية، هنا المقصود إيران وإسرائيل، إلى جانب ميليشيات وجماعات إرهابية تمارس أدوار خبيثة لخدمة أجندات خارجية لا تريد الخير للمنطقة وشعورها. البيان الإماراتية أيضا تحدثت عن بث وكالة الأنباء القطرية على موقعها الرسمي لكلمة الأمير تميم بن حمد، واللي وصفته فيها أنه بدا مغردا عكس التيار الخليجي والعربي بل والإسلامي. أيضا اهتمت البيان بتفاصيل التصريحات اللي أدت لهذه الأزمة. أولا حديث أمير قطر عن إيران وأنه رأى أنه لا حكمة في عداء إيران، مؤكدا أنها قوة إسلامية لا يمكن تجاهلها. وهي تصريحات وفق ما تؤكد البيان لا تتواكب مع وحدة الصف العربي والخليجي، وأيضا ما نتجت عنه قمم الرياض اللي شارك فيها أمير قطر بنفسه. أيضا الحديث عن مصر بشكل أو بآخر، بمعنى من ضمن تصريحات أمير قطر كان عندما قال أنه لا يحق لأحد أن يتهمنا بالإرهاب لأنه صنف الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية أو رفض دور المقاومة عند حماس وحزب الله. وهنا الحديث عن مصر وعن المملكة العربية السعودية بشكل واضح، ودعا من أسماهم أمير قطر بالأشقاء في جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية ومملكة البحرين إلى ما أسماها مراجعة مواقفهم المناهضة لقطر ووقف ما أسماه أيضا سيل الحملات والاتهامات المتكررة اللي بتخدم العلاقات والمصالح المشتركة. وبيقول تاني وتالت ورابع كما يؤكد دايما أنه قطر لا تتدخل بشؤون أي دولة مهما حرمت شعبها، يعني ده اللفظ، أنه قطر لا تتدخل في شؤون أي دولة مهما حرمت شعبها من حريته وحقوقه. وهذه الجملة في حد ذاتها هو تدخل في شؤون الدول، لأنه ينصب نفسه أنه يؤكد أنه في دول بتحرم شعوبها من حريته من حريتها ومن حقوقها وفقا لوجهة نظره، وأنه بس مش هيتدخل، يعني ما هو ده هو التدخل.
أيضا من ضمن الموضوعات الرئيسية اللي تحدث عنها أمير قطر وسببت في أزمة كبيرة قوله أنه قطر تود المساهمة في تحقيق السلام العادل بين حماس الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وبين إسرائيل، وهنا الحديث عن حماس ممثل شرعي للشعب الفلسطيني. أيضا الحديث عن قاعدة العديد، وقال أنها تمثل حصانة لقطر من أطماع من أسماهم ببعض الدول المجاورة، ويؤكد أيضا أن دي الفرصة الوحيدة لأمريكا لامتلاك النفوذ العسكري بالمنطقة في تشابك للمصالح يفوق قدرة أي إدارة على تغييره، في إشارة لإدارة دونالد ترامب. أيضا خلينا ننتقل من البيان الإماراتية، وإن كانت البيان كان مهم في تقرير البيان الإشارة إلى أنه البيان أشارت إلى الموقف السابق في 2014 للمشاكل ما بين دول الخليج وبين قطر تحديدا، وأشارت أنه قطر وهي عضو مجلس التعاون الخليجي لم تلملم بعد جراحات عزلتها من قبل ثلاثة من أعضاء المجلس عمدوا قبل نحو 3 سنوات تحديدا، وتحديدا يوم 5 مارس 2014 لو حضراتكم تتذكروا هذا التاريخ، عندما قامت هذه الدول الثلاث الخليجية بسحب سفرائها من الدوحة، وهو الحدث اللي وصف آنذاك وفقا للبيان بالزلزال في الأعراف الدبلوماسية الخليجية وسابقة في تاريخ قطر منذ استقلالها. وتحدثت البيان عن الأسباب لهذه الأزمة بين دول الخليج وبين قطر، وكان في حينه نقوص قطر بالاتفاق اللي تم في الرياض، اتفاق الرياض تحديدا اللي تم توقيعه من قبل قادة السعودية وقطر والكويت في 23 نوفمبر عام 2013، وكان قاضي بأن تكف الدوحة يدها عن التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر، وأيضا توقف الأنشطة العدائية بما في ذلك الحملات الإعلامية الموجهة ضد أشقائها وفي مقدمتها مصر. من البيان الإماراتية إلى موقع العربية دوت نت، العربية دوت نت تتحدث عن القرائن عن الرد على فكرة أنه هذه التصريحات كانت تمت نتيجة لقرصنة على وكالة الأنباء القطرية. العنوان يقول: بالقرائن موقع وكالة الأنباء القطرية لم يكن مخترقا. تحديدا العربية دوت نت حتى أكثر من نقطة لتؤكد أن هذا الموقع لم يكن مخترقا. أولا أكدت أن التلفزيون القطري يعرض أو عرض تصريحات تميم على الشريط الإخباري قبل ساعات من ادعاء خبر الاختراق، وهو نفس الأمر اللي اهتمت به أيضا موقع سكاي نيوز، وموجود صورة واضحة وفيديو وهذه هي الصورة نشرة الأخبار على التلفزيون الرسمي القطري. وخلال قراءة نشرة الأخبار والحديث عن نشاطات الملك الأمير تميم، كان هناك في شريط الأخبار تحت تفاصيل ما تم ذكره في حديث الأمير تميم على وتم نشره على الوكالة القطرية. وبالتالي إن كان هناك كما يقول البعض أنه قرصنة على وكالة الأنباء القطرية الرسمية، فكيف نشر التلفزيون الرسمي أيضا في شريط الأخبار تحت ده هو هنا بس مكبرين شريط الأخبار عشان يبان الكلام اللي فيه، لكن هو الشريط الصغير اللي تحت في نفس التصريحات اللي تم نشرها على الوكالة القطرية بكل وضوح. ثانيا الوكالة القطرية نشرت أيضا تصريحات تميم على حسابها على الإنستجرام باللغة العربية، وحساب انستجرام التابع لموقع فيسبوك ومربوط ببعض المعلومات الأمنية اللي من الصعب جدا أن يتم اختراقها. ثالثا الوكالة القطرية أيضا نشرت فجرا تصريحات تميم على حسابها الانستجرام باللغة الإنجليزية، يعني تم اختراق كل هذه المنصات. أيضا حساب الوكالة القطرية على الانستجرام بالإنجليزية نشر هذا الخبر بعد بفترة تم حذف الحساب كله، يعني الحساب الانستجرام اللي باللغة الإنجليزية تم حذفه كله، مش بس تم حذف هذه التصريحات. وكالة قنا أيضا نشرت تصريحات تميم بحسابها على جوجل بلس، ووفقا للخبراء يؤكدون أن جوجل بلس يصعب اختراقه، والشركة عادة جوجل بتفخر بهذه المسألة دائما. هذه النقاط الخمس أو الأربعة عفوا تم نشرهم بشكل واضح على موقع العربية لتفنيد ادعاءات أنه هذه التصريحات كانت ملفقة بشكل بآخر أو تم قرصنة على وكالة الأنباء القطرية الرسمية، وبالتالي هذه التصريحات ليست صحيحة، وهذه الردود عليها. أيضا سكاي نيوز عربية زي ما قلنا لحضراتكم، التلفزيون القطري ينشر كلمة أمير قطر، ده كان عنوان الخبر على موقع سكاي نيوز، وزي ما شفنا مع حضراتكم الصورة بوضوح للشريط الإخباري واللي كان فيه بوضوح الحديث عن إيران، الحديث عن علاقات مع إسرائيل، الحديث عن حماس وهي ممثل للشعب الفلسطيني بشكل رسمي.
ما زلنا مع اهتمامات الصحف ونعود مرة أخرى للصحف السعودية. جريدة عكاظ وعنوانها قطر تشق الصف وتنحاز لأعداء الأمة. جريدة عكاظ شنت الحياة هجوم غاية في الشراسة إنجاز التعبير. في تصريحات وصفتها جريدة عكاظ أنها تصريحات أثارت استهجان المراقبين وتم وصفها بالمجازفة لما انضوت عليه من شق للصف العربي. تقول الجريدة أنه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اعتمد أو اعتبر حزب الله بأنه حزب مقاوم وأن إيران دولة إسلامية تمثل ثقلا إقليميا لا يمكن تجاهله. والحديث مع رئيس تحرير جميل رئيس تحرير جريدة عكاظ اللي أكد وقال أنه أي محاولة للنفي من جانب قطر لهذه التصريحات هو يرى أنها لا تجدي، ويؤكد أن الموضوع واضح منذ البداية. وقال نصا: كلام أمير قطر فيه الكثير من التناقضات والتدخلات في شؤون الدول العربية والإسلامية. كما أضاف أيضا رئيس تحرير جريدة عكاظ في إحدى القنوات الإخبارية السعودية وقال: وسائل الإعلام الرسمية والمحسوبة على قطر نشرت أيضا نفس البيان، وأكد أنه أمير قطر اعتبر أن إيران هي عامل استقرار في المنطقة ونحن نعلم أنها دولة مارقة. انتقد رئيس تحرير عكاظ بشكل واضح تصريحات أمير قطر وقال أنها تؤكد على عمل وصفه بأنه غير موفق عبر إساءات لعدد من الدول الشقيقة، وتحديدا ما وصفه بأنه قطر تمارس ما أسماها مراهقة سياسية في المنطقة. خلينا نستكمل مع حضراتكم هذه الحلقة في موشات، وما زلنا مع اهتمام الصحافة العربية بالتصريحات الأخيرة لأمير قطر وأيضا ردود الأفعال من جانب بعض دول الخليج، ولكن بعد هذا الفاصل انتظرونا. عدنا لحضراتكم واستكمال هذه الحلقة في معشات، ونعود للصحافة السعودية وجريدة الرياض تحديدا التي تتحدث عن هذا التقرير بالتفصيل عن تصريحات أمير قطر، والعنوان يقول: تصريحات لأمير قطر تخالف توجهات الإجماع العربي والإسلامي. وصفت جريدة الرياض هذه التصريحات بأنها تصريحات مستغربة، خاصة تحديدا ربطت بين هذه التصريحات وبين النتائج التي أسمتها الصحيفة بنتائج مبشرة اللي نتجت عن قمم الرياض الثلاث وكان لها أصداء إيجابية وساعة في العالمين العربي والإسلامي ومختلف دول العالم. تحدثت جريدة الرياض واهتمت تحديدا بتصريحات أمير دولة قطر اللي رأت أنها تخالف توجهات الإجماع العربي، واهتمت تحديدا فيما قالوا عن إدارة الرئيس الأمريكي. من ضمن تصريحات أمير قطر قال أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواجه مشكلات قانونية داخلية، وتحدث مرة أخرى عن قاعدة العديد العسكرية اللي قال فيها أنها تحمي بلاده من أطماع دول مجاورة، وأكد أنه ترامب يواجه مشاكل داخلية، وبالتالي فكرة التغيير لهذا التعاون العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين قطر ليس سهلا أمام أي إدارة، في إشارة لإدارة ترامب. أيضا اهتمت جريدة الرياض بدفاع قطر بشكل أو بآخر أو هجومها لما أسمته حملات تتعرض لها. كان كلام أمير قطر تحديدا بيقول: إن ما تتعرض له قطر من حملة ظالمة تزامنت مع زيارة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة، ووفقا لكلام أمير قطر يقول أنها تستهدف ربط قطر بالإرهاب وتشويه جهودها في تحقيق الاستقرار، وأكد أن هذه الحملة معروفة الأسباب والدوافع، وبيقول أن احنا سنلاحق القائمين عليها من الدول والمنظمات حماية لما أسمى دور قطر الرائد إقليميا ودوليا. واتكلم وجاء في حديثه بشكل واضح أنه هو بيرى أنه هذه الحملة موجودة أو مواجهة من بعض الدول ونعلم أهدافها وأنه سيواجهها، وكأنه بيدافع أولا عن هذه التصريحات قبل أن يبدأها. هذه التصريحات اللي وصفتها معظم الصحف العربية بأنها تصريحات متناقضة. أيضا شدد أمير قطر على علاقته بالولايات المتحدة الأمريكية اللي ركزت عليها جريدة الرياض تحديدا، وقالت أنها علاقات قوية ومتينة رغم التوجهات اللي وصفها أمير قطر. وصف توجهات الإدارة الأمريكية بأنها توجهات غير إيجابية للإدارة الحالية.
خلينا ننتقل من هذا الموضوع لما اعتبره البعض بردود الأفعال. جريدة الشرق الأوسط تتحدث عن إعلان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بسحب سفراء بلاده لدى السعودية والإمارات والبحرين والكويت ومصر. الكلام ده على جريدة الشرق الأوسط. وفقا لجريدة الشرق الأوسط وفقا لهذا التقرير، وكالة الأنباء القطرية الرسمية أعلنت أن وزير الخارجية القطري طلب من سفراء بلاده لتلك الدول مغادرة أراضي قطر خلال 24 ساعة، ولكن مرة أخرى حصل نفي آخر من جانب الوكالة، وكالة الأنباء القطرية، وتم إتباعه بنفي آخر أنه تصريحات وزير الخارجية أخرجت عن سياقها. يعني لما يقول أنه السفراء يمشوا خلال 24 ساعة، هو فين السياق اللي بتخرج عنه؟ يخرجوا ولا ما يخرجوش؟ طرد السفراء أم عدم طرد للسفراء؟ الأمور ليست واضحة. والشرق الأوسط أيضا تتحدث عن أنه التضارب مازال مستمر، وده بعد نفي وكالة الأنباء القطرية للتصريحات التي تم نشرها وإذاعتها على التلفزيون الرسمي القطري. من جانبها أيضا الإمارات والسعودية، وخبر موجود في معظم الصحف العربية، اخترنا لحضراتكم أيضا من على بعض المواقع، يؤكد أنه الإمارات والسعودية تحجبان مواقع الجزيرة والصحف القطرية. التفاصيل تقول أنه الإمارات، دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، أعلنتا اليوم الأربع 24 مايو أنه حجب موقع قناة الجزيرة القطرية وعدد من الصحف القطرية. قناة الجزيرة كانت قالت عبر موقعها الرسمي أنه هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة حذرت الدخول إلى الموقع الإلكتروني لقناة الجزيرة. أصبح ودي الصورة أو عفوا الموقع المطلوب مخالف لأنظمة وزارة الثقافة والإعلام. ده اللي بيحاول يفتح موقع الجزيرة بيلاقي هذه الصفحة على في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشارت الهيئة إلى أن التنويه اللي سيظهر أو ظهر أهو للمستخدمين من داخل الإمارات هو أنه محتوى موقع الجزيرة تم تصنيفه ضمن المحتويات المحظورة التي لا تتطابق مع معايير هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية. أيضا قنوات وصحف سعودية أكدت اليوم أنه الهيئات المختصة قررت أيضا أن يتم حجب موقع الجزيرة وعدد من مواقع بعض الصحف القطرية لم يسميها الخبر داخل المملكة العربية السعودية في رد فعل لتصريحات أمير قطر مساء الثلاثاء. مرة أخرى اهتمام معظم الصحافة العربية بهذا الموضوع وبهذه التصريحات وما تم من تضارب ونفي من جانب بعض المسؤولين القطريين لهذه التصريحات، والتأكيد على الجانب الآخر أنه تم نشر هذه التصريحات بعضها في شريط الأخبار على التلفزيون الرسمي القطري، تم نشره على موقع الوكالة الأنباء الرسمية، تم نشره على الموقع الإنستجرام باللغة الإنجليزية وباللغة العربية وعلى جوجل بلس، وبالتالي يفند الجميع أنه تكون هذه التصريحات مغلوطة أو يكون تم اختراق لوكالة الأنباء القطرية. اللافت للأمر أنه حتى هذه اللحظة معظم أو يعني 90% من الصحافة العالمية لا تهتم بهذا الموضوع حتى هذه اللحظة. شوف حضراتكم إن شاء الله على خير وحلقة جديدة ومنشات، ولكن مع الصحافة المصرية صدرة غدا إن شاء الله الساعة 9:30 مساء. دمتم في أمان الله.